السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أنا أحمد عيد وحضرتك بتشوف كورس دقيق في العمل من خلال الإنترنت باستراتيجيات مجربة وبطرق سهلة جدا وسلسة بدون استثمار أي رأس مال في البيزنس ده إن شاء الله نبدأ مع بعض الكورس وهيكون مفيد جدا أتمنى أن يكون مع حضرتك ورقة وقلم عشان تسجل الملاحظات والتركات اللي هنقولها في المحاضرة اه كل محاضرة من المحاضرات هتتكلم عن استراتيجية واحدة أو طريقة واحدة للعمل من خلال الإنترنت، وبنقول العمل وليس الربح، لأن إحنا بنتكلم عن مجهود وعن أفكار وعن اه بزنس معين أنت هتعمله على الإنترنت، يمكن يكون مش بنستثمر فيه فلوس ولكن بنستثمر فيه أفكار ومجهود وتعلم وبذل من أجل إن إحنا نحصل على اه عائد ثابت ودخل اه كويس، ليس مجرد سنتات أو دولارات بسيطة للربح العادي. ننطلق مع بعض الى التطبيق العملي ونشوف مع بعض المحاضره بتتكلم عن ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في قناه هابرو للمعلومات هنكمل في المحاضره الثانيه في كورس كيف تربح اول دولارات بسهوله من الانترنت استراتيجيات الربح بدون اي مهارات او خبرات وقلنا في المره اللي فاتت او في الحلقه اللي فاتت مجموعه من المهارات البسيطه اللي هنستخدمها في الجزء الخاص بالجيمز او الابلكيشن موبايل اللي ممكن اربح منها من خلال استثمار في بعض الحاجات البسيطه الاستراتيجيه الثانيه من الربح لاول دولارات بسهوله من خلال الانترنت هي استراتيجيه شائعه ولكن احنا نستخدم معاها فكره وتريكات معينه هتمكننا من ان احنا نحقق الربح بهذه الاستراتيجيه بشكل اكبر وبصوره اجمل واسهل من ذي قبل يعني الطريقه اللي هنتكلم عنها هي طريقه مشهوره ومعروفه بالبساطه والسهوله وكتير مننا بيستخدمها ولكن هنا هنتكلم عنها بس بفكره جديده او بطريقه استخدام تكون حصريه شويه وفيها تريكات معينه ممكن تخليك تحقق ارباح بصوره جيده جدا. الاستراتيجيه بتاعتنا هي استراتيجيه اختصار الروابط. طبعا في ملايين والاف المواقع اللي بتتكلم عن اختصار الروابط والفكره منها هي عباره عن ان انت بتجيب فايل او حاجه الناس بتبحث عنها سواء كانت الفايل ده فيديو بروجرام كورس آآ كتاب برودكت منتج ايا كان وبتدخل بتاخد رابط هذا البرودكت او هذا الفايل وتعمل له اختصار على احد مواقع اختصار الروابط وبعد كده تبتدي تنشر الرابط المختصر في كافة السوشيال ميديا وكافة القنوات اللي ممكن تسوق فيها مجانا بحيث ان يجي لحضرتك زيارات على هذا الرابط بصورة قوية كل ما يزداد معدل الزيارات على هذا الرابط والنقر على هذا الرابط بتظهر للمستخدمين لهذا الرابط اعلانات ممولة من عملاء اخرين بمجرد ما حد يتك على الاعلانات هذه او يعملك زيارة على هذا الرابط الخاص بيك تلقائيا انت بتربح سنتات مقابل هذه الزيارات وكل ما ازداد عدد الزيارات بتاعتك كل ما ازداد معدل النقر على هذا الرابط والملفات اللي موجوده فيه تلقائيا بيزداد الربح بتاعك بالتدريج وممكن طبعا بستخدم اكتر من رابط واستخدم اكتر من فكره تسويقيه عشان احقق اعلى درجه من الارباح بصوره مباشره طيب آه نيجي مع بعض لاستراتيجيه العمل بتاعتنا اول حاجه هو ايه الموقع اللي انا هستخدمه لاختصار الروابط بناء على ان في الاف بل ملايين من المواقع الخاصه باختصار الروابط ايه افضلها وازاي اختار موقع اختصار الروابط المميز اللي يعلي مستوى الربح بتاعي والاداء بتاعي بصوره افضل هنتكلم عن احد المواقع اللي ظهر مؤخرا بس هو موقع احترافي جدا وافضل ما فيه من المواقع الباقيه المنافسه لهذا المجال هو ان الاسعار بتاعته اسعار مرتفعه جدا وفي نفس الوقت انتشاره سريع جدا والدعم الفني بتاعه قوي جدا والميزه الجديده كمان او الاضافيه ان في طرق دفع متنوعة وكتيرة جدا تمكنك من استلام أرباحك في أي بلد عربي أو أجنبي حتى في كافة البلاد اللي هي ما كانتش بيشتغل فيها السحب بالبي بيل مثلا زي مصر وبعض البلاد العربية هنا طبعا بيضيف بيضيف وسائل دفع متنوعة كتيرة جدا ديزاين بتاع الموقع رائع الموقع اسمه www.linkawi.com لينكاوي الموقع ده موقع احترافي جدا هنشوف مع بعض الديزاين بتاع الموقع بالصورة اللي حضراتكم شايفينها هو هنا ده البروفايل الرئيسي أو الصفحة الرئيسية. بيقول لي هنا انشئ حسابك المجاني اختصر رابطك في لحظات شارك الروابط مع الأصدقاء اربح الأموال على كل هذه الزيارات اللي بتجيلك من الإيه الروابط. هننزل تحت كده نلاقي طبعا في هنا ادخل الرابط المختصر لو أنت ما عندكش حساب وحابب تختصر الرابط بشكل مباشر من هنا ممكن تختصره. بعد كده لو حابب تنشئ حساب بتنشئ حساب من الأدوات اللي ظاهرة قدام حضرتك. بعد كده بتشارك الروابط اللي بتنشئها داخل الحساب ده لما بتنشئ روابط داخليه وبتبتدي تعمل لها نشر بيجيلك من الموقع ده ارباح بطرق مختلفه اول حاجه الطريقه المباشره اللي هي أنا اختصرت الرابط وجالي زيارات على هذا الرابط الطريقه الثانيه عن طريق مكافئات الإحالة يعني أنت لو نشرت الموقع دوت عن طريق رابط الإحالة الخاص بيك أي حد هيجي يسجل في الموقع ويربح من خلال هذا الموقع أوتوماتيك أنت بيجي لك نسبة من هذه الأرباح الخاصة به هو بدون ما تعمل أي حاجة مجرد بس ما يجي شخص يشترك معاك من خلالك أو من طرفك يعني ودي فكرة إحنا هنستخدم أنا هنتكلم عنها في الاستراتيجية القادمة إن شاء الله في الحلقة الثالثة بإذن الله بعد كده في عندي تحت لما هنزل كده أشوف عدد الموقع ده هل الموقع ده يعني موقع صادق موقع قوي ولا لا هلاحظ ان عدد الروابط كم كبير جدا رهيب يوصل لمليون و الف رابط هنا الضغطات قد ايه سبعة مليون هنا الاعضاء المسجلين حوالي 54 الف عضو اجمالي السحب مثلا 42 مليون يعني ارقام 42 الف دولار اسف ارقام ضخمه جدا وتعاملات كويسه جدا الموقع كمان جديد ما هوش قديم مثلا وله ثقل في السوق فحقق الارقام دي كذلك ترتيبه في الاليكسا بار لو حضرتك رحت بحثت في الاليكسا بار هتلاقي ترتيبه عالي جدا يعتبر رقم 2000 مثلا في القاهره او في مصر ممكن تدور في البلاد العربيه الاخرى على حسب نشاط حضرتك وتشوف الموقع ده طالما الرينك بتاعه الترتيب بتاعه عالي جدا كده يبقى معناها ان الروابط بتاعته عليها معدلات زيارات مرتفعه جدا 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 وبالتالي اكيد عليه عملاء كتار جدا جدا بيستخدموه وده بيدل على مصداقيه الموقع وثقله له في السوق اه طيب ايه الحاجة اللي تميز الموقع ده عن المواقع الأخرى زي ما قلنا عندنا الأسعار وطرق الدفع. لاحظ معايا كده وسائل الدفع بيبيل بعد كده باير بعد كده بايونير بعد كده في وسيلة تقريبا ويسترن يونيون بعد كده في بيرفكت ماني وفي بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبعد كده مونيجرام وبعد كده البريد المصري وبعد كده فوري وبعد كده فودافون أورانج اتصالات يعني كافة وسائل الدفع المتاحة في العالم تقريبا متوفرة على هذا الموقع بصورة كبيرة جدا 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 ومن اهمها طبعا البي بيل والبايونير والويسترن يونيون يبقى كده انت ما عندكش حجة ان انت تدور على موقع يكون بدعم الدفع بصورة قوية في الوسائل دي كلها متاحة ليك هيسهل عليك حصولك على ارباحك بشكل كبير جدا طيب الميزة الثالثة والاهم اللي هي الاسعار بتاعت الخدمة بتاعته نروح عند الاسعار كده نشوف الاسعار عاملة ازاي هتلاحظ معايا الأسعار رائعة جدًا، مثلًا عندنا في الإمارات العربية المتحدة الأرباح لكل 1000 مشاهدة قد إيه؟ لاحظ معايا كده 1000 مشاهدة، لو المشاهد ده جاي لك من سطح المكتب يعني من على الكمبيوتر أو لابتوب هتاخد 7 دولار على كل 1000 مشاهدة. طيب لو المشاهد ده جاي لك من خلال الموبايل أو التابلت هتاخد 10 دولار على كل 1000 مشاهدة. أظن يعني إن 1000 مشاهدة على الإعلان آسف على الرابط بتاعك كلام فارغ يعني بمعنى صح حاجه بسيطه جدا ممكن تجيبها بسهوله في العصر اللي احنا فيه وخلال استخدام السوشيال ميديا سواء كانت تويتر انستجرام فيسبوك يعني اي وسيله من وسائل التواصل تقدر تحصل على ألف مشاهده بشكل سريع جدا ومباشر جدا يبقى عندي 10 دولار لكل ألف مشاهده الامارات العربيه المتحده مثلا طب انا مش من الامارات الموضوع انت الموضوع انت مش منين الموضوع الرابط بتاعك هتنشره فين بالظبط يعني الرابط بتاع حضرتك هتست هتستخدمه ازاي هتنشره في انهي بلد هيجيلك مستهدفين من انهي بلد بالظبط بعد كده المملكه المتحده بريطانيا وما الى ذلك من الدول دي 8 دولار و10 دولار سواء من الموبايل او من سطح المكتب الولايات المتحده الامريكيه 8 دولار و9 دولار بعد كده الكويت مثلا 7.5 دولار ان 7.5 دولار المملكه العربيه السعوديه 7 دولار 7 دولار قطر مثلا 6 دولار و7 دولار من الموبايل ومن سطح المكتب تعال مثلا مصر 6 دولار 6 دولار الاردن مثلا 5 دولار و6 دولار تعالوا نشوف اقل حاجه كام اقل حاجه اقل حاجه 3 دولار 2 دولار اسف 2 دولار 2 دولار دي في موريتانيا مثلا في اليمن في جيبوتي في الجمهوريه العربيه السوريه يعني 2 دولار دي في دول اللي هي مع فيهاش نشاط كبير قوي في الانترنت الصومال جزر القمر يعني 2 دولار ده اقل حاجه ممكن تربحها مقابل مقابل 1000 زياره للرابط او 1000 مشاهده للرابط الخاص بيك متخيل 2 دولار بس اقل حاجه يعني طيب واعلى حاجه عندنا 10 دولار ده لكل ايه؟ لكل 1000 مشاهدة، فالأرقام بتاعته رائعة جدا، قوية جدا 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 جدا. طيب، أنا هستخدم استراتيجية إيه عشان ابتدي أشتغل على الموقع ده؟ أول خطوة هعملها قبل أي استراتيجية إن أنا هنشئ حساب على هذا الموقع. هنشئ حساب إزاي؟ الموضوع بسيط جدا، بدخل على كلمة حسابي، بعد كده بيبتدي ينقلني للحساب الشخصي بتاعي لو أنا عامل كونكت عليه، لو ما عنديش حساب أنا هخرج منه عشان أوريك الطريقة. إحنا كده على الموقع الرئيسي بتاعنا. لينكاوي زي ما احنا شايفين بيعمل لي لودنج لللوجو بتاعه وبعد كده بيلود للموقع هعمل او اتك على مستخدم جديد بكل سهوله ممكن اضيف البيانات بتاعتي اسم المستخدم بتاعك بريد الالكتروني كلمه المرور كلمه المرور مره تانية وبعد كده اقول له تاكيد او لو انا عندي حساب على جوجل بعمل الحساب بتاعي على جوجل وافتحه اعمل كونكت على جوجل مباشره يعني لو جينا كده عملنا جيميل ملاحظ معايا انا هعمل كونكت على الجيميل بتاعي بمجرد ما ادخل على الجيميل بتاعي افتح موقع لينكاوي مره تانية واقول له اشتراك عبر حساب جيميل اشتراك او اشترك عبر حساب جيميل تمام كده يبقى كده عملت ايه حساب بمجرد ما اتك على اشتراك عبر حساب عبر حساب جيميل هيعمل رابط مباشر مع البريد الالكتروني بتاعك اللي على جوجل ويبقى كده عندك حساب وممكن تشترك طبعا بالتويتر لو انت عندك حساب على تويتر ومفتوح دلوقتي بس لازم تعمل ساين ان على حساب تويتر قبل ما تدخل على موقع لينكاوي وتتك على اشتراك عبر حساب تويتر طيب دخلت او عملت الحساب بتاعي بعد كده هعمل تسجيل دخول من الموقع نفسه هيقول لي اكتب اليوزر نيم والباسورد لو انا كنت عاملهم او ادخل بجوجل لو انت كنت عامل دخول بجوجل من البدايه فاعمل تسجيل دخول باستخدام جوجل طريقه امنه وسريعه وسهله ومربوطه باليوزر نيم والباسورد الخاصين بجوجل بتاعك كده انا عملت كونكت على الحساب الخاص بي دي الطريقه الاولى كده انا انشأت حساب او الاستراتيجيه الاولى اسف عملت حساب بعد كده عشان انتقل الى تحقيق الربح لابد ان يكون عندي ملفات هنشرها وروابط ابتدي اضيفها هنا عشان اخدها واعمل لها نشر وابتدي اربح منها اول خطوه قبل اي حاجه انا هروح على الموقع نفسه واختار اشوف الاسعار ايه زي ما شفناها من شويه يعني من شويه احنا شفنا الاسعار بتاعتنا داخل الموقع نفسه هجيبها من بره خالص من الموقع تك على اللوجو بتاع الموقع هيدخلني على الصفحه الرئيسيه الخاصه بالموقع هنزل تحت خالص واختار الاسعار بعد كده حضرتك تبتدي تشتغل على الاستراتيجيه اللي هقولك عليها دي تحدد البلاد بمتوسط من 6 دولار وطالع من 6 دولار وطالع مثلا عندي بدايتي من 6 دولار وطالع يبقى بدايتي من مصر يبقى عندي البلاد دي كلها مصر وعمان وقطر السعوديه الكويت الولايات المتحده المملكه المتحده الامارات الرابط دي كلها حدد من المجموعه دي مين بالنسبة لك مناسب؟ يعني إيه مناسب؟ يعني مين بالنسبة لك تستطيع ممكن ممكن يعني إيه؟ نتغاضى وناخد الجزئية بتاعة ال 5 دولار وطالع يعني مفيش مشكلة بداية من العراق والأردن ومصر. حدد الدول من دول مجموعة من دول اللي تقدر تشتغل عليها أو بمعنى أصح اللي أنت ممكن تكون تقدر تعمل كونتنت مناسب ليها، يعني تجيب حاجات تبقى أنت فاهمها كويس آه تنشرها للناس دي. الناس الاماراتيه والمملكه المتحده والولايات المتحده طبعا انا بالنسبه لي مثلا هستبعد المملكه المتحده والولايات المتحده لان هم عايزين روابط حاجات انجليزيه او روابط حاجات مرتبطه باللغه الانجليزيه اكتر اشتراك في منتديات اجنبيه صفحات اجنبيه وده هيكون صعب علي ان انا اعمله لاني ضعيف مثلا في اللغه الانجليزيه طيب يبقى كده انا محتاج الدول العربيه بس الامارات الكويت المملكه العربيه السعوديه قطر سلطنه عمان مصر الاردن العراق المجموعه دي هبتدي اشتغل عليها هي دي المجموعه اللي هبتدي انشر ليها الايه الجزئيه الخاصه ب الجزئيه الخاصه بالروابط بتاعتي هنكمل مع بعض طيب عرفت الدول اللي انا هشتغل عليها الخطوه اللي بعد كده هروح على حساب الفيسبوك الخاص بيا او حساب تويتر الخاص بيا وابتدي ادور على الجروبس الجروبات الخاصه بالامارات جروبات اماراتيه جروبات خاصه بالكويت جروبات المملكه العربيه السعوديه وحراج وما الى ذلك جروبات قطر جروبات سلطنه عمان ومصر والاردن والعراق الجروبات المهتمة بأي مجال حضرتك حبه أيا كان تمام آه يبقى كده احنا هنتكلم عن فيسبوك تويتر انستجرام آه، اليوتيوب القنوات المهتمة بالدول دي أو القنوات اللي موجودة في الدول دي وليها جمهور من الدول دي من خلال السيرش الخاص بكل موقع من المواقع اللي احنا اتكلمنا عنها طيب بعد ما اجيب الجروبات دي اعمل ايه اشترك فيها او اذا كانت قناه هاعجب بيها واعمل لها لايك عشان ابقى موجود من ضمن اعضاء هذه القنوات وابتدي اتابعها لما ويجي لي اشعار لما يتم نشر بوستات عليها. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه هبدا اتابع هذه الصفحات او الجروبات اللي موجوده سواء كانت على الواتس على اسف على التويتر على الانستجرام على الفيسبوك على اليوتيوب اتابعها واشوف اكتر حاجه الناس مهتمه بيها ايه في داخل هذا الجروب انا هعمل ستوب واجيب جروب من الجروبات وابتدي اشرح عليه عملي عملت سيرش داخل احد قنوات السوشيال ميديا اللي هو مثلا الفيسبوك دورت على كلمه حراج المدينه المنوره او حراج مثلا المملكه العربيه السعوديه ظهرت لي مجموعه كبيره من الـ من النتائج هجيب المجموعات نتائج المجموعات فقط فهجيبها من هنا كده المجموعات فيظهر لي نتائج المجموعات دي أول خطوة هختار أحد المجموعات الكبيرة جدا في هذا المجال زي مثلا حراج المدينة المنورة مية خمسة وخمسين ألف عضو هتك عليه وأفتحه في نافذة خاصة بعد كده هجيب الصفحات نفس الكلام وأشوف صفحة كون كبيرة عدد المتابعين اللي عليها يكونوا كتار مثلا يعني مثلا دي مثلا تمانية وعشرين ألف ماشي كويسة وأتك عليها وأدخل عليها سواء في الجروب أو في الصفحة هبتدي أتصفح المنشورات كده واشوف منشور حديث يكون عليه تفاعل كبير جدا التفاعل ده يهمني ان هو يكون تعليقات تعليقات كتيره موجوده على هذا البوست او المنشور تعليقات مثلا من يعني من من مختلف الايه المتابعين على المنشور ده طبعا في هنا تعليقات بسيطه ده دليل على ان الصفحه دي مش اكتيفيت قوي او مش نشطه بشكل كبير بس ده منشور مثلا عليه 35 ايه تعليق اهوت كويس ممكن اشوف منشور تاني اكتر يعني ابتدي اتابع كده المنشورات واشوف منشور يكون عليه عدد كبير جدا من الايه من المتابعين او من الايه المعلقين وبعد كده ببتدي اعمل تعليق اضيف داخل هذا التعليق الايه الكونتنت بتاعي الكونتنت الخاص بيا اللي هو يمس مثلا المملكه العربيه السعوديه اعمل تعليق واضيف التعليق هنا اللي هو فيه الرابط وفيه وصف بسيط لما يخص الايه الجزئيه الخاصه بالجمهور الجمهور اللي موجود هنا طيب يعني انا هضيف هنا رابط خاص بايه بالظبط اللي انا هنشئه ايه اللي انا هبحث عنه الناس دي مهتمه بايه مثلا نقل اساس تمام نقل اساس حضرتك ممكن تيجي كده بشكل بسيط تروح عند اي جوجل وتشوف مثلا شركات شركات نقل اساس مثلا بالمدينه المنورة وتجيب اول نتيجه في جوجل اهي مشهد الشركه دي كل اللي انت هتعمله انسخلي بس رابط الايه الموقع ده طبعا ممكن اتك عليها ينقل إن للموقع إن مباشره بالشكل ده كده اروح واخد الرابط ده كوبي بس مش عايز اكتر من كده واروح رايح هنا الناس دي مهتمه بنقل الاساس لا انا اسف اه لا هو مظبوط الناس دي مثلا غرف نوم وكلام زي كده بمهتمين مهتمين بغرف النوم وهيشتروا حاجه يبقى ده اهتمام ممكن يبقى نقل الاساس ده من ضمن الاهتمامات انا لاحظت بس الايه التعليق ده افتكرته هو البوست ما خدتش بالي لكن هتك على البوست واقراه كويس جدا واشوف البوست ده بيتكلم عن ايه ولنفترض ان هو بيتكلم عن حاجه فيها اساس وما الى ذلك يبقى الناس دي هتعلق عشان عايز تشتري اوضه النوم دي يبقى اكيد هتحتاج شركه من شركات نقل الاساس فهاجي هنا اكتب تعليق واقول مثلا اقوى شركات شركه نقل اساس في مثلا المملكة مجانا مثلا دي كلمة مغرية. طيب أنا خدت الرابط بتاع الموقع، هل الرابط بتاع الموقع هستخدمه هنا بقى مباشرة كده وأعمل له كليك وبست هنا؟ لا يبقى أنا كده ما كسبتش حاجة، ولكن هروح داخل الإيه؟ الموقع الخاص بلينكاوي وهاجي على حسابي أدخل على الحساب بتاعي وأبتدي أشوف المكان اللي أنا ممكن أختصر فيه الرابط عندي اختصار روابط سريعة رابط مختصر جديد أهو أتك عليه كده واضيف الرابط الجديد بتاع الموقع الخاص بنقل الاساس واقول له ايه اختصر الرابط لاحظ عمل لي رابط مختصر هنا هروح مظلل واخد الرابط ده كوبي نسخ تم نسخ الرابط كل اللي انا هعمله اروح بقى على الجروب اللي انا كنت بعلق فيه دوت بعد ما كتبت التعليق بتاعي اضيف الرابط بتاعي كنترول في يبقى كده ايه لزقت الرابط المختصر داخل الايه الموقع واضغط انتر هيبتدي يعمل لي شير للرابط ده ويتاكتف هنشوف بعض الملاحظات هنا بيقول لي مثلا ايه تعذر مشاركة تعليقك لان هذا الرابط ينتهك معايير المجتمع ده بالنسبة للفيسبوك داخل مصر فقط ولكن عندكم اكيد هيشتغل في اي دولة عربية خلاف الفيسبوك لان الفيسبوك عندنا في مصر بيحظر الروابط الايه الخاصة بالربح الروابط الربحية طيب ازاي احل المشكله دي بشكل سريع وبشكل سهل بدون ما اتعرض للحظر او بدون ما يحصل لي مشكله داخل الصفحه الخاصه دي الموضوع بسيط جدا 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 انا ممكن في التوقيت ده يعني هشرح بشكل عام نظري وبعد كده ممكن في بعض المحاضرات نشرحه بشكل عملي حضرتك هتعمل مدونه بسيطه جدا باي قالب عندك تضيف جوه القالب ده المشاركه اللي موجود فيها الوصف اسم الشركه ورقم تليفونها واللي هي الموقع يعني اللي احنا هنروح اللي هو بتاع اختصار اسف الشركه بتاع نقل الاساس والرابط بتاعها وتاخد الرابط بتاع المدونه بتاعت حضرتك اللي هو رابط المقاله نفسها رابط المشاركه نفسها وتعمل له اختصار داخل موقع لينكاوي وتضيفه هنا كرابط مباشر داخل فيسبوك كده هيقبله ومش هيعمل لك اي مشكله خالص وبالتالي الزائر اللي هيدخل هيلاقي البوست موجود قدامه في المدونه بتاعتك وموجود فيها رابط الشركه يتك عليها ينقله مباشره الى الموقع الخاص بي طيب ده بالنسبه للجزء الخاص بفيسبوك كذلك الجزء الخاص بتويتر كذلك اي جروب هنبتدي نعلق على البوستات او المنشورات اللي احنا مشتركين فيها طبعا ده جروب كبير انا هشترك فيه بمجرد ما هشترك فيه مفيش كده مشكله هبتدي ايه ابقى من ضمن الاعضاء ويبقى لي صلاحيه ان انا ايه اعمل اه تعليق او اضيف بوست موجود جوه الجروب ممكن اضيف البوست اللي انا عايزه زي ما انا محتاجه داخل الايه الجروب بتاعي ده بالنسبه لنشر الرابط داخل السوشيال ميديا او الجروبات طيب انا كده اشتركت في جروب واشتركت في صفحه طب انا عايز اختار مجالات عليها بحث كبير جدا وعليها سيرشات قويه من ناس مهتمه ومن متابعين مضطرين للدخول للرابط بتاع حضرتك حتى لو كان الرابط بتاع حضرتك رابط مختصر ربحي وهيقرفهم شوية في ان في اعلانات هتظهر من خلاله وكده لا ده هم عادي هيستحملوا ده كله ويدخلوا على الرابط ويحققوا منه اللي هم عايزينه لانهم مهتمين بالمجال ومهتمين بالفايل اللي انت على الانترنت ومهتمين بالحاجة دي لدرجة ان هم مش هيتجنبوا انهم يدخلوا على رابط مختصر فيه اعلانات ايه المجالات القويه جدا هكلمك بالنسبه لمصر وبالنسبه للوطن العربي بشكل عام اهم المجالات اللي موجوده واللي بتضطر اي شخص ان هو يستخدم الرابط حتى لو كان رابط مختصر وعليه اعلانات مثال ملازم الشرح والمراجعات النهائيه الخاصه بالمناهج الدراسيه الخاصه بجميع يعني الفئات التعليميه بدايه من الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعيه فبكتب مثلا ملازم مراجعه نهائيه مثلا آه لسنه مثلا 2019 اللي احنا فيها هيعمل لي سيرش ممكن اشوف مثلا ملازم ماده معينه منهج معين آه مرحله تعليميه معينه وابتدي ادخل اجيب روابط للملازم دي وبعد ما ادخل اجيب روابط للملازم ديت مثلا ده موقع اسمه مدرس اونلاين مشهور جدا عندنا في مصر وعليه روابط كتيرة جدا لملازم بجيب روابط الملزمه مثلا هناخد مثال بسيط دلوقتي طبعا الموقع ده عليه عالي جدا معدل زيارات عالي جدا وبالتالي بيبقى بطيء شوية لأن فيه كثافة زيارة عالية طيب ماشي دخلت مثلا هنا أنا ممكن أختار أي رابط كده موجود عشوائي وأبتدي أشوف الملازم اللي موجودة مثلا الصف الثاني الثانوي مثلا أو أي أي صف من الصفوف وأجيب مثلا رابط التع رابط الملزمة أو مثلا دي اللغة العربية للصف الثاني مثلا أو اللغة الإنجليزية وخصوصا المواد الانجليزيه او الاجنبيه اللغات يعني بمعنى اصح هيدخلني على كذا حاجه اشوف مثلا مذكره مذكره مثلا اهي مذكره قواعد اللغه مثلا هنزل تحت كده عند مذكره قواعد اللغه هيديني رابط للمذكره اهو رابط معينه كامل هبتدي اعمل الرابط ده ثواني انزل تحت اجيب بس الرابط <applause> اهو هنا هنا لو عايز احمل الملف بي دي اف مباشره من هنا لو اتكيت كده غالبا هينقلني لموقع جوجل درايف اللي عليه العرض لا هو هنا عمل لي داونلود مباشره طب انا مش محتاج داونلود لان انا مش هنزل الفايل نفسه بس انا ممكن اعرض الملف ده يعني ممكن اعرضه على الجوجل درايف الملف ده بيتعرض مثلا ممكن نختار ما علينا يعني هنتك على العلامه دي كبر لي الصفحه شويه اعرضها على, على جوجل درايف اهي زي ما احنا شايفين هاخد الرابط بقى ده اللي هو بتاع الملزمه كوبي وهروح على لوحه التحكم بتاعتي في رابط الاختصار أو موقع رابط الرابط المختصرة واختار اختصار رابط جديد وأضيف الرابط الجديد ده هنا عندي بتاع الملزمة وأقول له اختصار الرابط هيبتدي يعمل لي الرابط مختصر اهوت هظلله وهاخده كوبي كده بقى معايا رابط مختصر لملزمة قواعد اللغة الإنجليزية للصف مثلا الثاني الإعدادي أو الثاني الثانوي مثلا مكونة من 14 ورقة وهكذا هروح بقى على السوشيال ميديا بتاعتنا زي ما قلنا في اي مكان او المنتديات اللي بتتكلم عن المقالات او الموضوعات ديت او اي مكان ممكن تنشر فيه حتى لو على الواتس اب عندك جروبات على الواتس اب مثلا تقدر تسوق ليها الطلبة عندك جروبات مثلا على الايميل ممكن تبعت لهم ايميل بالملزمة وبالرابط بتاعها الطلبة غالبا مش هيبقى عندهم الخلفية القوية لان هم يعملوا سكيب للاعلان وبالتالي هينتظروا لما تظهر معاهم الملزمة بشكل كامل زي ما انت شايف الملزمة ظاهره اهيت وفي روابط لاعلانات خارجية ظاهرة في الموقع نفسه فاحنا مش هنعمل كده احنا هنديهم الرابط خاص مباشرة مجرد بس ان هو يتك عليه هيفتح له رابط مختصر بالشكل ده كده لو جربنا هنضيف الرابط هنا ونضغط عليه انتر هيبتدي يعمل له اه لودنج للرابط اهو بيقول له الموقع ده اسمه لينكاوي وعليه رابط مختصر هنزل تحت كده عشان اضغط هنا للاستمرار بيضغط هنا للاستمرار بيبتدي يعمل له لودنج لبعض الحاجات الدعائيه يعني وموجود لسه على اللينك اهو اضغط هنا الاستمرار طبعا انا انا مشغل منع الاعلانات فبالتالي بيبقى بيقلل شويه من الارباح بتاعتي انا على الرابط ده لكن العميل مش هيبقى مشغله الحصول على الرابط مجرد ما يتك على الحصول على الرابط برده بينقله لصفحه خارجيه اهي خاصه باعلانات الحصول على الرابط مره تاني يعني ملاحظ معايا انا اللي برجع للصفحه لان انا فاهم العميل العميل بقى مش هيبقى فاهم الكلام ده فيبتدي يتك على كل اعلاناتك وكل الروابط بتاعتك وبعدين في النهايه يحصل على المذكره فيفضل وراها لحد ما يحصل عليها وبالتالي كل الكليكات والتكات دي هتتحسب عندك كزياره وكربح على الموقع الخاص بيك في الداشبورد بتاعتك تمام ده بالنسبه للمذكرات او الملازم حاجات تانية النتائج بتاعه الامتحانات بتاعه كل الجامعات وبتاعة الثانويه العامه والاعداديه والابتدائيه وما الى ذلك النتائج دي مهمه جدا في الموسم بتاعها فممكن تاخد روابط النتائج وتروح برضو تختصرها على موقع الروابط وتضيفها في كرابط مختصر في الجروبات وفي المنتديات وفي مجموعات الواتساب او على الميل بعد كده كمان الوظائف الوظائف مهمه جدا 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 وبتبحث عنها يوميا بالملايين المرات من البحث على الوظائف تقدر تدخل تعمل سيرش على وظائف مشهوره او مطلوبه او موقع وظائف قوي جدا وتاخد الرابط بتاعه تختصره وبعدين تضيفه عندك في السوشيال ميديا بتاعتك بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وزي ما قلنا للبلاد اللي بتحذر فيها النشر فيسبوك رابط مثلاً أو كده ممكن تضيف الرابط دي داخل مدونة كمشاركة. وبعد كده تاخد رابط المشاركه نفسه تعمل له مشاركه على السوشيال ميديا مش هيبقى فيه اي ضرر خالص ومش هيتحذر وهيبقى طبيعي جدا والارباح بتاعتك هتزيد بشكل كبير جدا معدل الارباح زي ما شفنا كل 1000 زياره هيجي عليهم حوالي من 5 دولار اقل حاجه الى 10 دولار على حسب الزيارات اللي هتجيلك واحنا استهدفنا بعض البلاد اللي عليها النقر عاليه والزيارات بتاعتها بفلوس اكتر واستهدفنا المجالات اللي فيها صيب عالي جدا من ضمن برضو المجالات اللي هننسى نقولها نقولها دلوقتي حالا مجالات الروايات والكتب الروايات دي عليها معدل بحث رهيب جدا في الوطن العربي كله، تقدر تجيب رابط لاي روايه منشوره على الانترنت بس يكون حقوق النشر بتاعتها منشوره اونلاين ما تكونش مسروقه. وتاخد رابط الروايه تختصره على لوحه التحكم الخاصه بك في اللينكاوي وبعدين تضيفها كرابط مختصر في السوشيال ميديا وتنشرها بشكل كبير جدا والروايات طبعا بتنتشر كالنار في الهشيم وبيبقى اللي عايز يقرا روايه معينه ومحتاجها بيسعى ورا الرابط مره واتنين وتلاته لحد ما يحصل عليه. أه كذلك مكتبات الجوجل درايف الخاصه بالكتب في مجموعه كبيره جدا من مكتبات جوجل درايف موجود ليها روابط مباشره المكتبه عليها الاف الكتب على بعضيها فممكن تاخد روابط المكتبات دي من اي موقع من المواقع اللي ظهر قدام حضرتك بعد ما تبحث في سيرش جوجل على مكتبات جوجل درايف تاخد الروابط دي وتبتدي تنشرها في أه طبعا بعد ما تختصرها على لوحه التحكم الخاصه بيك تنشرها على السوشيال ميديا وفي المواقع وممكن كمان نتكلم في فكره الاربيتراج بنفس الطريقه احنا اختصرنا الروابط ضفناها في مدونه او في موقع وبعد كده انا مش مش هربح من آدسنس خالص انا هضيف بس الروابط بتاعتي داخل المدونة وبعد كده هعمل اعلانات على مدونتي وعلى صفحتي بحيث إن الناس تبتدي تزور الصفحة بتاعتي وتزور المدونة بتاعتي وت تك على الروابط اللي موجودة جوه المدونة او جوه الصفحة نتيجة لانها محتاجة الملفات دي فتحصل هي على الملفات اللي عايزاها واحصل عنها على زيارات عالية جدا 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 بنفس استراتيجية اربتراج اللي هي الاعلانات اللي انا بشتري يعني زيارات او بشتري زوار للموقع بتاعي او المدونة بتاعتي او السوشيال ميديا عندي بحيث ان هم يدخلوا يشوفوا الروابط ويتكوا عليها وبالتالي احقق ارباح من الزيارات ديت واحقق ارباح من مشاهدة الاعلانات اللي هتكون مكثفة وكبيرة جدا عندي في الصفحات بتاعتي في الداشبورد بتاعتك ممكن تبتدي تشوف الداشبورد الاحصائيات الخاصه بيك ويبتدي يظهر لك هنا الاحصائيات هنا هتلاحظ معدل الزيارات واحد اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض الارباح سبعه من الف من الدولار تمام متوسط الاسعار هنا في البلد ده هيكون سبعه دولار على نفس الرابط دي يعني تخيل ان انا جالي الف الف مشاهده هيجي لي على طول قصادها العدد بتاع الايه الربح بتاعي للزيارات دي طبعا هي دي كليكه واحده ومشاهده واحده فما بتحسبش بنفس الطريقه يعني هتلاحظ ان دي 7 سنت مش سنت واحد بس يعني يعني ممكن توصل معاك ل 7 دولار بمجرد 1000 مشاهده هيوصل الرقم ده ل 7 دولار لان ال 1000 زيرو زيرو وادي الواحد مجرد ما يوصل ل 1000 دولار يبقى عندك 7 دولار ارباح ليك من عدد المشاهدات حصلت معانا دلوقتي بشكل مباشر اهيت ولاحظ المشاهده اتسجلت على الداشبورد الخاصه بينا ده موقع رائع جدا ورهيب جدا وممتاز جدا وتقدر تبحث عنه على النت او تشوف اذا كان نصاب او لا طبعا الموقع ده انا بحثت عنه كتير واستشرت ناس اهل خبره في الموضوع وفي المجال وجربته اكتر من سنه والموقع ممتاز جدا 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 وارباحه عاليه جدا 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 بس انت تختار النيتش او الاستراتيجيه التسويقيه اللي تشتغل عليها بحيث ان انت تحط ملفات مهمه الناس بتحتاجها بشكل كبير جدا وبالتالي يتم او يزداد معدل الارباح بصوره رائعه شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من طرق الربح والاستراتيجيات اللي هتربح من خلالها من خلال الانترنت بصوره مباشره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته